بجديد المسلسلات الرمضانية الجزائرية، بحيث تم الكشف أخيرا من قبل المخرج نسيم بومعيزة عن البوستر الرسمي لسلسلة الويسترن بوبالتو التي هي الأولى من نوعها في الجزائر، والتي يتم تصويرها حاليا بإسبانيا بمشاركة العديد من الفنانين مثل نادية العراف، إسلام بوختاش، سوبر بالحر، عادل سويزي، واللي راح تشوفوها هذا رمضان على قناتكم نيو ميديا تي في.